وهذه عودة إلى مدينة أربيل، حيث ينضم إلينا عبر الهاتف النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية السيد زانة سعيد. سيد سعيد، هل تسمعني؟ مرحبا بكم. مرحبا بكم، أنا أعتذر لانقطاع الاتصال. نحن نعتذر لك سيد زانة سعيد. سيد سعيد، أنباء عن اختطاف رئيس الجماعة الإسلامية السيد عباس محمد في مجلس محافظة أربيل، لك كل الحرية في أن تؤكد أو تنفي هذه المعلومة، لكن ما الهدف من عملية الاختطاف في كردستان العراق؟ بلا شك يعتبر السيد عباس محمد عضو مجلس محافظة أربيل ورئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية في مجلس المحافظة، حضوره الدائم بين المواطنين وبين الموظفين الذين يدعون إلى استلام رواتبهم كاملة دون انقطاع، هو دائما كان موجود بين المتظاهرين ويحاول أن يهدئ المتظاهرين لكي يطالبوا بحقوقهم بشكل مدني، ولكن عندما رأى بأن قوات الأمن تعتدي على الصحفيين وعلى النشطاء حاول الدفاع عنهم وحاول إفهام القوات الأمنية بأن هذا مخالف للقانون، لا يجوز الاعتداء على المواطنين، قاموا باعتقاله. الآن هو معتقل من قبل عسايش أربيل التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، ونحن في الجماعة الإسلامية الكردستانية نحمله مسؤولية الحفاظ على سلامته، وباعتباري نشيطا جدا في هذا المجال ومتفاعلا مع قضايا المواطنين يحتجزونه لكي يقمعون المتظاهرين ويخوفون الناس، وهو ليس أول المعتقلين، فهناك الكثير من المعلمين الآن معتقلين في سايش أربيل وعقرة ودهوك والسوران، وكذلك تم الاعتداء على مرشح الجماعة الإسلامية إلى مجلس النواب العراقي في محافظة دهوك السيد عبد الستار تمر، وأصيب بجروح بالغة في رأسه ووجهه من قبل قوات الأمن. هذا القمع للتظاهرات السلمية للموظفين وللمدنيين لا يأتي بنتائج إيجابية، الناس يطالبون بحقوقهم لا غير، وهم مدنيون وهم معلمون وموظفون وكوادر صحية، فلماذا لا تستمع الحكومة في إقليم كردستان إلى هذه المطالب بدل قمعهم وضربهم؟ إذن سيد سعيد، قوات الأسايش التي قامت باعتقال السيد عباس محمد، لكن تعتقد أن الحكومة في بغداد كان لها دور في تصعيد الاحتقان في مناطق كردستان العراق؟ نعم، حكومة الاتحادية شريكة مع حكومة الإقليم في جريمة قطع الأرزاق عن موظفي إقليم كردستان، وأنا أكدت ذلك في أكثر من بيان. الحكومة الاتحادية لا تريد حل المشاكل في إقليم كردستان، وهي تشجع هذه المشاكل ولا يعني تنصف المواطنين، لا في قانون الموازنة ولا في دفع الرواتب ولا في أي ملف من هذه الملفات. مع الأسف الحكومة الاتحادية تعامل المواطنين في إقليم كردستان معاملة غير منصفة وكأنهم غير عراقيين. لا تتدخل الحكومة لصالح الموظف. سيد سعيد، على ذكر التباين، يعني ذكرت إحدى السيدات في التقرير الذي وردناه قبل قليل وقالت بأن هناك تباين في رواتب الموظفين بين كردستان ومدن الوسط والجنوب، هل ناقشتم ذلك مع حكومة بغداد، هذا التباين في الرواتب، وهم يعملون في نفس العمل، يعني إذا كانوا معلمين أو موظفين؟ نعم بلا شك هذا التباين موجود، ليس فقط الموظفين، حتى السجناء السياسيين، مثلا السجين السياسي في إقليم كردستان الذي كان سجينا عند نظام البعث السابق يستلم الآن 500,000 دينار، وفي بغداد وكركوك والمدن الأخرى يستلم 1,200,000، هذا الفارق الكبير. حتى عوائل الشهداء، حتى بعض أصناف الموظفين، حتى أسعار البنزين بين أربيل وبين الموصل فارق كبير. في أربيل سعر لتر البنزين ب 700 دينار عراقي، وفي الموصل وكركوك والمناطق الأخرى ب 450 دينار. يعني طيب، هذا طيب سيد سعيد، يعني استثمر وجودكم هنا في دقيقة أو أقل من ذلك، يعني إذا لم تنجح التظاهرات في عملية يعني إطفاء العدل بين كردستان العراق وبين مدن الوسط والجنوب، ما هي الخطوات التالية لكم سيد سعيد؟ نحن في مجلس النواب العراقي ككتل كردستانية ندعو إلى أن تكون الرواتب مركزية، تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية تأمين رواتب الموظفين، وأن يخرج راتب الموظف من المنافسات السياسية، لكي لا يكون الموظف ضحية للصراعات السياسية بين بغداد وبين إقليم. نعم سيد زانة،
أشكرك شكرا جزيلا. من أربيل النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية زان سعيد، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.